بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنكمل الوحدة الأولى في المنهج الجديد للصف الثاني الإعدادي نيو هالو. كنا واقفين عند الأسئلة ديت، وكنت طلبت منكم إن أنتوا تحلوها في الكومنتس عشان نصححها مع بعض. النهاردة هنكمل إن شاء الله My best friend's family، يعني معناها عائلة صديقي المفضل. بيقول Hi everyone, today's interview is with my best friend Sharifa and her family. ازيكم كلكم؟ النهاردة ان شاء الله في مقابلة مع عائلة شريفة صاحبتي. Here is a photo of us. وهنا في كمان صورة لينا. شريفة is on the right. شريفة هي اللي موجودة على اليمين زي ما شايفين في الصورة كده. How many people are in your family? How many people are in your family؟ يعني كم عدد الناس اللي موجودة في عيلتك؟ There are five people. هناك خمس أفراد. Me, mom, dad and two brothers. أنا وماما وبابا واثنين من إخواتي الولاد. When do you get up? When do you get up? إمتى بتستيقظ؟ إمتى بتصحى من النوم؟ I usually get up at 6:30. أنا بصحى 6:30 and help mom make breakfast. وبخلي ماما بساعد ماما في الفطار. My brothers help too. وكمان إخواتي الولدين إخواتي بيساعدونا. My dad starts work very early. بابايا بيبدأ شغله بدري جدا. So he leaves home before we get up. يعني بيسيب البيت أو بيغادر المنزل قبل ما احنا نصحى. That's why وده عشان he doesn't have breakfast with us. وده هو السبب اللي بيخليه ما بيفطرش معانا، ان هو بيمشي بدري. He eats when he gets to work. بيفطر بقى امتى بابا لما بيروح للعمل، مكان عمله يعني. I walk to school. انا بروح المدرسة مشي. With my brothers مع اخواتي الصبيان. Do you like to study? Do you like to study? هل بتحب تذاكر؟ Yes I do. My favorite subject is English. أيوة مادتي المفضلة هي الإنجليزي. What do you do in the evening? بتعمل إيه في المساء؟ I often listen to music. أنا غالبا بسمع مزيكا. My dad and I sometimes play chess. بابايا وأنا أحيانا بنلعب شطرنج. My brothers always watch TV. واخواتي الصبيان بيتفرجوا على التلفزيون. And my mom usually reads. وكمان مامتي عادة بتقرأ. طيب عندي هنا read the block again and answer the question. Who does Sharifa live with? شريفة عايشة مع مين؟ She lives with her parents, brother and sister. Where does Sharifa's dad eat breakfast? Why? احنا قلنا يعني بابا شريفة بيفطر فين وليه؟ احنا قلنا بيفطر فين؟ هنا في العمل، بيفطر في العمل. هنقول شريفة's مثلا father eats when he gets to work. ليه؟ Because he leaves home before we get up. أو ممكن أقول because he starts work very early and leaves home before we get up. يعني بيروح شغله بدري وبيسيب البيت قبل ما احنا نصحى. How do Sharifa and her brothers get to school? إزاي شريفة وإخواتها بيروحوا المدرسة؟ ممكن الإجابة نقول on foot. What is Sharifa's favorite subject? ايه هي المادة المفضلة بتاع شريفة؟ قلنا English. How often does she listen to music? How often معناها كم عدد المرات هي بتسمع مزيكا؟ الإجابة طبعا هي I often listen to music. My dad and I sometimes play chess.
يبقى هي كم عادة، كم عدد المرات اللي بتسمع فيها مزيكا؟ هنقول مثلا how often does she listen to music. ممكن أقول she listens to music every day، على حسب. What do Sharif and her dad do in the evening؟ بيعملوا إيه بالليل؟ ما هي وباباها. They play chess. يعني بيلعبوا شطرنج. النهاردة في الجرامر بتاعنا بتاع الوحدة ديت، في present simple هو المضارع البسيط، وعلى ما أظن إن هو مش جديد علينا، واخدينه السنة اللي فاتت، واخدينه كمان في الابتدائي، فهو سهل جدا وبسيط ومعظمكم عارفينه. منتهى البساطة تكوينه إن إحنا لما يبقى الفاعل عندنا I أو you أو we أو they أو أي اسم جمع، بحط الفعل infinitive مفهوش أي إضافات. أقول مثلا I go to school by car every day، بروح المدرسة كل يوم بالعربية. جو عملها باللون الأحمر أهو، مفهاش أي إضافات. عندي كمان الجزء الثاني من التكوين، لو كان الفاعل he أو she أو it أو أي اسم مفرد زي أحمد، منى، هدى، بنضيف للفعل s أو es أو IES. أقول he drinks tea every morning، هو بيشرب شاي كل يوم. he drinks tea every morning. ودرينكس عمل لي هنا خط هو تحت S، يعني بيوضح لي أن أنا لازم أحط S للفعل أو ES أو IES. طبعا ليها قاعدة لو كان الفاعل هي أو شي أو it. طيب ايه هي بقى استخداماته؟ بستخدم المضارع البسيط دوت ليه؟ التعبير عن الحقائق اللي هي اسمها facts. مثلا اقول the sun rises in the east، الشمس تشرق في من المشرق من الشرق. يعني هنا دلوقتي دي حقيقة مش محتاجة اي علامة، لان الشمس بتشرق كل يوم بأمر ربها طبعا. دي حقيقة، عشان كده من غير ما نسأل على علامات بحط الفعل في المضارع البسيط. طيب هل هو ليه علامات؟ تاني حاجة كمان بستخدمه عشان أعبر عن عادات أو حاجات بتتكرر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، يعني بيعبر عن عادات فيها تكرار. ونستخدم الادفيربس اللي احنا هنشوفها ديت قبل الفعل الأساسي وبعد verb to be. يعني لو فعل أساسي زي go، watch مثلا، cook، drink، بستخدم بعديهم الادفيربس اللي انا هقولها دي. اما لو في verb to be اللي هو am أو is أو are في الجملة، هي بتخاف من الفعل بتاع verb to be فبتيجي بعدي. ايه هي الادفيربس ديت اللي انا بستخدمها بتدل على المضارع البسيط؟ زي always اللي هي دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes احيانا، never ابدا. اقول مثلا examples I usually go to school on foot، انا عادة بذهب الى المدرسة سيرا على الاقدام. هنا دلوقتي جاب usually قبل الفعل الأساسي اللي هو go. My father always takes me to school، يعني دائما بابايا بيوصلني المدرسة. She is never، الله verb to be اهو جاي never بعدي اهو. She is never late for school، عمرها ما كانت متأخرة على المدرسة. طيب في بعض الادفيربس برضو اللي انا ممكن ابدأ بيها الجملة، زي occasionally، often، usually، sometimes، وبعدها الفاعل والفعل. أقول مثلا إيه؟ Sometimes I go to my friend's flat and we play computer games. يعني إيه؟ أحيانا بذهب إلى شقة صاحبي and we play computer games، وبنلعب ألعاب كمبيوتر. بنستخدم do أو does في السؤال والنفي وبعدها الفعل في المصدر. طيب إذا كان بقى ده تكوينه وعلاماته وكمان استخداماته، طيب إزاي أنفيه؟ في منتهى البساطة لو كان الفعل مفهوش إس بجيب don't، ولو كان الفعل فيه إس بجيب doesn't، ولو جت don't أو doesn't على طول الفعل يأتي بعديهم infinitive في المصدر. إدينا example لما أقول إيه وكمان بكون بيها السؤال. السؤال بيتكون إزاي؟ بيتكون ان انا بحط do او does في الاول، وبعدين
الفاعل وبعدين المصدر الفعل اللي هو الفعل الأساسي بتاعي وبعدين باقي السؤال على الـ question mark. أقول do you like football؟ do you like football؟ وبعلي صوتي في الآخر do you like football؟ يعني إيه؟ يعني هل أنت بتحب الكرة؟ كرة القدم؟ yes I do أو no I don't. does he like tennis؟ does he like tennis؟ بعلي صوتي في الأول يا جماعة عشان السؤال اللي هو الانتونيشن تعلية الصوت بتاعك السؤال بتاع yes or no question بيبقى تعلية الصوت في الأول. does he like tennis؟ yes he does أو no he doesn't. طيب هو أنا في كلمة أو كلمة استفهامية عادة بستخدمها في المضارع البسيط ودايما بتيجي في الامتحان هي زي how often كم عدد المرات بتساوي how many times. how many times أقول how often do أو does حسب الفعل زائد مصدر الفعل زائد باقي السؤال وعلامة الاستفهام أو question mark. أقول how often does your father cook lunch كم عدد المرات باباك بيطبخ الغداء أو بيعمل الغداء. ممكن الإجابة بستخدم فيها كلمة always sometimes usually. أما السؤال تاني كده how often does your father cook lunch؟ he never cooks lunch عمره ما طبخ الغداء خالص عمره ما عمل غداء he never cooks lunch. خلاص الجزئية اللي بعد كده لكي نفرق بين استخدام do أو does و am و is و are في زمن المضارع البسيط لاحظ الآتي أن do أو does يأتي بعدها مصدر الفعل أما am أو is أو are يأتي بعدها تصريف ثالث أو صفة أو حرف جر زائد الجيرانت. يعني إيه الكلام ده؟ عايزين نفهم أكتر. أما أقول إيه where do you live؟ أين أنت تعيش؟ where do you live؟ شايفين live تحتيها خط underline هو معناها دي مصدر أين أنت تعيش. طب لو أنا عايز أستخدم بقى are ونفس السؤال أو نفس معنى السؤال what are you doing what are you doing ماذا تفعل what are you doing ليه عامل هنا doing حطيتها تحتها خط عشان الفعل المساعد عندي are مادام في السؤال عندي are أو is لازم طبعا am ديت ضعيفة ان هي تيجي يعني نادر ما تيجي لازم الفعل احط له ing وبيبقى اسمه gerund. are you at home او يأتي بعديها حرف جر هو انت في البيت are you at home هل انت تكون في المنزل. طيب is Mona happy او يأتي بعديها adjective يبقى نتفق مع بعض كده لو عندي do او does في السؤال وانا مغمض بجيب الفعل في المصدر بجيب الفعل في المصدر لكن لو عندي is او are بجيب الفعل في ing او كمان ممكن استخدم حرف جر او كمان استخدم صفة زي happy sad ماشي silly and so on. طيب عندي كمان the types of question yes or no question اللي هو السؤال بهل اما اقول مثلا يا سنة تانية وهو الذي يبدأ بفعل مساعد زي do او can have are is الحاجات دي تتحفظ لا تتفهم والاجابة عليها yes يا no. طيب قول ورايا كده did you go to the park did you go to the park يعني هو انت روحت للحديقة yes I did او no I didn't يبقى بستخدم did في السؤال الإجابة بتاعتها يا did يا didn't على حسب have you got a phone have you got a phone yes I have أو no I haven't are you happy are you happy yes I am no I am not ماشي can you swim yes I can أو no I can't. طيب في نوع تاني كمان من الquestions اللي هي WH questions الأسئلة اللي بدأ بكلمة استفهامية تركبها عبارة عن أداة الاستفهام اللي هي زي when what who زائد الفعل المساعد زي دول كده did have are can is زائد الفاعل زائد الفعل الأساسي تكملة السؤال والquestion mark. إيه هي أداة الاستفهام دي؟ زي who تسأل عن العاقل why تسأل عن السبب what ما أو ماذا where عن المكان when متى whose تسأل عن الملكية which أي how تسأل عن وسيلة المواصلات أو الصحة أو الكيفية how long تسأل على طول الشيء how often كم عدد المرات how much كم الكمية how old كم العمر how many كم العدد how tall ارتفاع الناس أو يعني طول الناس أو الأشياء
أو الشجر أو الأبراج. What time؟ ما هو الوقت؟ ما هو الوقت؟ طيب عندي هنا الأوكسيلري فيرب اللي هي الأفعال المساعدة والمساعدة والناقصة. عندي فيرب تو بي التصريف بتاعه أم أو إز أو آر في المضارع، ووز أو وير في الماضي، فيرب تو دو، دو أو داز أو ديد، فيرب تو هاف، هاز أو هاف أو هاد. طبعا دي مراجعة، تعتبر مراجعة يعني. المودل فيربس اللي هي الأفعال الناقصة، ليه مسمينها أفعال ناقصة؟ لأن ملهاش تصريف تالت، كان ليها تصريف تاني بس، could، may، might، will، would، shall، should، ماشي؟ must المفروض ought to، بس هي مش موجودة لأنها ثانوي. إذا وجد الفعل المساعد أو الناقص في جملة الإجابة نستخدم كفعل مساعد في السؤال. أقول مثلا لو عندي مثلا what do you do at the weekend، بتعمل إيه في الويك إند؟ I go to my grandfather's house. When did you go to the museum؟ I went to the museum 4 days ago. عندي هنا التحويلات بتاعت الضمائر، الاي بتتحول ليو في تركيبة السؤال، وي ليو برضو، ماي، يور، اور، يور، اي ام، ار يو، اي ووز، وير يو. خلاص. ونلاحظ هنا ان الصوت عادة ما ينخفض في نهاية هذا النوع من الاسئلة. زي ما انا قلت، نتذكر استخدام نفس الفعل ونفس الزمن للإجابة على السؤال، وتحويل يو إلى آي في الإجابة والعكس في السؤال. طيب إحنا عايزين نحل الأسئلة ديت مع بعض بس في الحلقة اللي بعد ديت، عشان ما يبقاش الفيديو كبير عليكم. ما تنساش لايك واشتراك وشير لأصحابك عشان يستفادوا. كانت معكم سوسن سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.